ينضم إلينا من رام الله ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين. نحييك أستاذ ناصر، نشد على أيديكم وعلى أيدي كل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأبدأ معك كحضرتك نقيب للصحفيين الفلسطينيين، عندما يجري هكذا لقاء بهكذا مستوى بين الرئيس المصري وبين وزير الخارجية الأمريكي أمام الكاميرات ويبث بشكل مباشر، هل هذا مرده إلى مزيد من الشفافية يريدها الجانب المصري، أم هو نوع من إطلاق الإلزام والالتزام ما بين الطرف المقابل وهو الأمريكي فيما يجري من محادثات؟ نعم، معروف أن دور مصر وهي العمود الفقري للأمة العربية، ومصر دائما نحن الفلسطينيين نثق بدورها ونعتبر أنها هي قائدة الأمة العربية، وبالتالي نحن نعتبر أن ملف فلسطين عندما يكون بأيدي المصريين والرئيس السيسي ودولة مصر بكل مكوناتها نعتبر أننا نكون بأمان، والفلسطينيين بصراحة لا يؤمنوا ملفهم إلا لمصر، هذا عبر التاريخ، لأن مصر مؤتمنة على كل القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية. نحن نثق بهذا الدور الكبير الذي تقوم به مصر في هذه الآونة. وبالمناسبة هناك استياء في الإعلام الإسرائيلي وفي المؤسسات دولة الاحتلال من دور مصر الداعم للشعب الفلسطيني والرافض لموضوع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وكل الدور الداعم بإدخال المساعدات ووقف الحرب المجرمة بحق الشعب الفلسطيني. نحن نثق مرة أخرى بهذا الدور. فيما الجانب الاحتلال الإسرائيلي، وعندما أقول أن الإعلام يتحدث عن دور مصر بشكل سلبي ويحاول أن يشوه هذا الدور المصري، فإنه أحد أدوات دولة الاحتلال يعبر عن حكومة الاحتلال تماما في موقفها الرافض للدور المصري الضاغط بكل ثقله الإقليمي والدولي لوقف هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني. طب أشير قبل قليل إلى أن وزارة الصحة أعلنت أن عدد الشهداء الأطفال في قطاع غزة بلغ 1000 طفل، منهم 32% من الأطفال الرضع. هذه جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وخاصة ضد الأطفال والنساء والمدنيين. كل الحرب التي تتم هي حرب ضد إبادة جماعية وتطهير عرقي وضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الليلة الماضية كان هناك غارات، يعني شبه كل دقيقة غارة على منطقة تل الهوى في حي الرمال في غزة، إبادة لهذا الحي بشكل كبير. لدينا إحصائية أنه تم تدمير أكثر من 2200 برج سكني، معنى أن كل برج على الأقل فيه 1000 مواطن. هناك أكثر من 1,200,000 نزحوا من شمال غزة إلى جنوب غزة. هناك مئات آلاف في مدارس وكالة الغوث الدولية، هناك مئات الآلاف في الشوارع إن كان في جنوب غزة أو في مدينة غزة أو شمالها بدون مأوى. الماء منقطع، لا ماء، لا دواء، لا كهرباء، لا تواصل مع العالم. هذه جرائم الحرب حسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أنا أتحدث مع زملاء الصحفيين ومع المواطنين الذي أعرفهم في غزة، لا يوجد ماء ليشربوا، لا يوجد حمام ليدخلوه، آلاف يصطفون على طوابير حمامات عندما تكون المدرسة فيها 10,000 ولا يوجد فيها 20 حمام. يعني تخيلوا المشهد وبدون ماء هذه الحمامات. طب ونحن يعني نتحدث عن استحالة نقل الصورة بتفاصيلها من شدة سوء الأوضاع الإنسانية، يعني الغذاء، الماء، الوضع الصحي، النظام، يعني الصرف الصحي، الوقود، الكهرباء، كل هذه الإمكانيات، المقومات البسيطة للحياة يا أستاذ ناصر. طب سؤالي هنا، عندما يذهب المحتل الإسرائيلي لأن يجعل استحالة بنقل دقائق وتفاصيل الصورة، مدى صعوبة أن ينقل اليوم الصحفيون ما يجري في قطاع غزة من استهداف لحظي للفلسطينيين فوق أرضهم؟ قبل قليل كنت أتحدث مع مدير تلفزيون فلسطين في غزة ومع عدد من الصحفيين العاملين بالوكالات الدولية. قالوا لي نحن نكتب القصص
والإخبارية، أو يعني نصور ولا نستطيع إرسالها بسبب عدم وجود الإنترنت، هذا واحد. ولكن نحن لا يمكن أن نغطي واحد بالألف من حجم المجزرة التي تجري في غزة. نحن عاجزين عن نقل كل شيء، بل نحن عاجزين عن نقل واحد بالألف من الصورة الحقيقية لحجم الدمار والمجزرة والإرهاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة. نحن لدينا أكثر من 1200 صحفي في غزة يتوزعون في كل المناطق في قطاع غزة، وهذا الجيش من الصحفيين مقطع الأوصال، ليس لديه إمكانيات يعني ليعمل، إمكانيات تقنية موجودة، إمكانيات مهنية موجودة، لكن لا كهرباء، إمكانيات إنسانية، كاميراتهم لا كاميرات لشحن، لا كهرباء لشحن كاميراتهم، لا إنترنت، خطر شديد بالتنقل. والإمكانيات الإنسانية، هم أنا أحد الصحفيين قال لي منذ ليلتين وأنا أنام في سيارتي قرب مستشفى ناصر في قطاع في خان يونس، لا يوجد مكان، لا يوجد مأوى. نحاول أن نوفر أقل الاحتياجات، ولكن الوضع مهول وخطير جدا ولا يمكن لأحد أن يتصوره. إذا يعني كان 1200 صحفي لا يستطيع أن ينقلوا صورة ما يجري في قطاع غزة، أو واحد بالألف من هذه الصورة، لكم أن تتخيلوا حجمها. ناهيك عن أنهم أهداف يعني مباشرة ومتحققة بالنسبة للمحتل الإسرائيلي، يعني أي وكأنك تعيشي معنا هنا في فلسطين ونحن شعب واحد. 11 صحفي حتى الآن استشهدوا، العشرات أصيبوا، 50 مؤسسة إعلامية دمرت بالكامل، مئات منازل الصحفيين قصفت، طبعا هم عائلاتهم في منهم استشهدوا، ليس فقط الصحفي، صحفي وعائلته بالكامل أبيدت. المأساة هائلة بالنسبة للصحفيين، وهم جزء من الشعب الفلسطيني، لكن هم لا يستطيعوا التحرك، وهناك خوف شديد، ولا شيء يحمي الصحفيين ولا المواطنين في قطاع غزة. كل شيء على أرض قطاع غزة هو هدف للقتل من الاحتلال الإسرائيلي. أستاذ ناصر، نحن ندرك قوة وتأثير، وهذا على مدار عقود، الكلمة وما تفعله، ولكن لا نستطيع أن نغفل الصورة بمصداقيتها أحيانا وبأبعادها. أستاذ ناصر، وحضرتك تشير إلى استحالة اليوم أن ترصد الصورة والعين ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القطاع، ماذا عن الإعلام الموازي، عن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم في كشف على الأقل الزيف الحقائق ونشر ما يريد الصحفيون أن يوصلوه للغرب وللمجتمع الدولي؟ ماذا اليوم عن قوة هذا المسار أو هذا الإعلام الموازي أستاذ ناصر؟ نعم، هناك حربين تجريان على الأرض، حرب عسكرية يقودها نتنياهو بنفسه وإجرام بحق الشعب الفلسطيني، وهناك حرب على الرواية. نعم، هو بدأها وقادها نتنياهو بنفسه عندما حمل صور مضللة وكاذبة لأطفال، صحيح، وعلى السوشيال ميديا وأثر، والإدارة الأمريكية اعتذرت عن تصريحات بايدن أنها بسبب يعني نقل معلومات مضللة من حكومة إسرائيل. ومحطات كبيرة مثل CNN أخطأت بحق الشعب الفلسطيني، ونتنياهو يريد من ذلك أن يبقى متحكم بالرواية. نحن نقول الصحفيين لا يستطيع أن ينقل الصورة، لأن الاحتلال يريد أن يبقى متحكم بالرواية ولا تنقل الصورة للعالم، لكي لا يتأثر الرأي العام الدولي بحجم المجازر، ألا يكون سوى روايته التي يريد تشكيلها كيف ما يريد. نعم، إذا سمحتي لي، بالأمس بدأ هناك تحرك بالشارع الأوروبي والشارع الأمريكي، بدأ العالم يفيق من الصدمة ويدرك الحقيقة أن هناك مجازر وإبادة جماعية بحق شعب بأكمله، بحق أكثر من 2.5 مليون إنسان في قطاع غزة. حجم المأساة، بالمناسبة أنا أقارن بين عام 1948 النكبة الذي هجر فيها 750 ألف مواطن، نعم، اليوم 1.5 مليون يعني يتعرضوا للتهجير والقتل والإبادة الجماعية، أي أكثر من 3 أضعاف، صحيح، يعني ما حجم ما وضمن حدود جغرافية ضيقة جدا. نعم، جدا جدا جدا، نعم صحيح. وأنا أعود لموضوع السوشيال ميديا، السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي مهم جدا، لذلك نحن نعمل على صعيدين. أولا نبص على كل اللغات العربية وكل اللغات الأجنبية كنقابة صحفيين، ولدينا طواقم من المتطوعين الفلسطينيين في الداخل والذين يعيشون في اللجوء والشتات،
ويمتلكون كل لغات العالم، نبث الصور والفيديوهات والتقارير لكل العالم، ولدينا خلية عمل تقوم بدور كبير، نعتمد على زملائنا وإخوتنا العرب في ذلك أيضا، وأنشأنا صفحة للتواصل بين كل الصحفيين الفلسطينيين والصحفيين العرب بنقل الأخبار، ويستطيعوا أن يدخلوها، وإذا لديكم أرقام ابعثوا لي لندخلكم على هذه المجموعات. ثانيا نحن نقوم بدور كبير في منصات التحقق، نرسل للعالم حجم التضليل الكبير الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي. لدى النقابة يعني شراكة مع منصتين أساسيتين، كاشف وتحقق، ونرسل باللغتين العربية والإنجليزية كل ما نتحقق منه من تضليل وأكاذيب يقوم به الاحتلال والإعلام الغربي للأسف المتواطئ مع الاحتلال. طيب، في التضليل للرأي العام الدولي. الهام هو الشبكات، وإن صح تسميته الجيش من المتطوعين والمؤمنين بهذه القضية، والذين يؤدون دورا لا يقل أهمية عما يحدث في الميدان. نعم، والمواجهة. صحيح. وهنا سؤالي، إضافة لهذه الشبكة الهامة جدا من المتطوعين والقائمين والقيمين، هل أنتم كنقابة صحفيين في مسارات رسمية مع نقابات صحفية أخرى على مستوى الإقليم والمجتمع الدولي أستاذ ناصر بالتواصل؟ نعم، بالنسبة لنا هي أهم نقابة في الوطن العربي هي نقابة مصر، نحن على تواصل معها لحظة بلحظة. النقابات العربية واتحاد الصحفيين العرب نرسل لهم كل تقاريرنا فورا وكل ما نمتلك، وأدخلناهم على هذه المجموعة بالمناسبة أيضا. لكن التواصل الأكثر هو مع نقابة مصر، لما لديها من جيش من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، وهم اليوم لديهم مؤتمر صحفي، ويوم أمس أصدروا بيان، وأعرف أن نقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين يقوموا بدور مع المؤسسات الإعلامية في مصر، وأيضا يرسل رسائل للعالم. نحن أيضا في هذا السياق أرسلنا رسائل للأمين العام للأمم المتحدة وشكاوي، ولليونسكو، ولمجلس حقوق الإنسان، للمقررين الخاصين والمفوضين الخاصين للأمم المتحدة. أرسلنا رسائل أيضا للمحكمة الجنائية الدولية، وهو إبلاغ للمحكمة، ويسمى بلاغ رسمي للمحكمة الجنائية الدولية قانونيا، أنه حدثت جرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين وعليهم فتح تحقيق في هذه الجرائم. نقوم بدور على غير صعيد، دورنا مهني وقانوني، نتحرك على كل المستويات الدولية في مجال الإعلام، وعلى المستويات القانونية والقانون الدولي مع المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولي. في مسار هام جدا يمكن أن نشير إليه ونضيء عليه في حديثنا أستاذ ناصر، فيما يتعلق يقال بأن موضوع الإعلام وعدم الثقة ما بين الشارع الأمريكي أو الأوروبي بحكوماته وبنوابه وبساسته، هي أكبر من موضوع القضية الفلسطينية، وربما أكثر تاريخيا فيما جرى من الأحداث ومن التطورات، يعني في فقدان ثقة وانهزاز ثقة بوسائل الإعلام وبما يبثونه. حسنا، في هذه النقطة كيف يمكن استغلال هذا الأمر؟ أصبح هنالك ناشطين قادرين على الوقوف أمام الكاميرات في جميع الوسائل بأن يظهروا ما لديهم من أوراق بمصداقيتها وأحقيتها هي فعلا ما يجري على الأرض، قادرون على تفنيد هذا الأمر وأحداث هذا الشرخ أو هذا الانقسام الفعلي اليوم في المزاج الشعبي الأمريكي والأوروبي؟ أحترم مهنيتك المستوى عالي جدا، وكأنك تتابع معنا لحظة بلحظة. نحن نقوم بدور كبير في التواصل مع هؤلاء، نرسل تقاريرنا لكل، نحن طلبنا من كل نقابات العالم كشوفات بالمؤسسات الإعلامية في دولهم، وأيضا طلبنا من سفارات فلسطين بالخارج كشوفات للمؤسسات الإعلامية، يعني بمعنى إيميلاتهم والتواصل معهم، ونرسل لكل هذه المؤسسات في هذه الدول أكثر من 170 دولة، نرسل لهم يوميا يعني تقاريرنا. نتواصل مع اتحاد إسرائيلية، اتحاد أمريكا اللاتينية، مع النقابات الأوروبية، مع نقابة الولايات المتحدة الأمريكية التي أصدرت بيان بالمناسبة ضد هذا الجرائم، وأنا أنصح إذا كان لديكم أن تتكلموا مع نقابة الولايات المتحدة الأمريكية. ظهر في عدة وسائل إعلامية نقيب أمريكا الذي أدان هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني وبحق الصحفيين الفلسطينيين،
بصراحة استطعنا أن نحدث اختراق مهم، لكن حتى الآن نواجه ماكنة منظمة طبعاً. دولية، وهي دولة الاحتلال بكل ما تمتلك واللوبي الصهيوني في العالم وتأثيرهم وقدرة تأثيرهم على الرأي العام. لكن الحقيقة والصورة والحق وأصحاب الحق استطاعوا أن يصلوا إلى العالم، بدأنا نغير. وتعرف أن الإعلام هو يعني إنتاج وتأثير من أجل التغيير، بالتالي نقوم بكل هذه الخطوات بشكل منظم بجيش من الصحفيين الوطنيين المهنيين الفلسطينيين ومعنا إخوتنا العرب، ونقوم بهذا الجهد. وبالمناسبة معنا أيضا يعني جيش من المتطوعين من دول أجنبية كلهم مؤيدين للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني وضد الإرهاب حق الشعب الفلسطيني. وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تؤثر. يوم أمس رأينا أن الحكومة في إسبانيا بدأت تنقسم الأحزاب فيها التي وقفت مع الاحتلال، في بريطانيا خرج مئات الآلاف، في ألمانيا وفرنسا منعوا المتظاهرين، في بلاد نيويورك خرج مئات الآلاف. العالم شيئا فشيئا سيتغير بالتأكيد، والرأي العام سينقلب على هذه الحكومات. كل ما سعى له نتنياهو من بدء حملة التزوير والتضليل للمجتمع الدولي يريد أن تبقى الحكومات معها شارعها، يعني معها مجتمعاتها وشعوبها. اليوم الشعوب والمجتمعات الدولية بدأت تكشف الحقيقة وتقف ضد حكومات دولها. بالتالي هذا ما نسعى إليه، ليكون الشارع هو الضاغط المؤثر على الحكومات لتغير موقفها الداعم للإجرام في حق الشعب. هذا ما نتمناه رويدا رويدا، تنكشف وتسقط هذه السردية البعيدة تماما عما يحدث على أرض الواقع، السردية الإسرائيلية. أستاذ ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين من رام الله، أشكرك جزيل الشكر.